تقع مستشفى الشطبي الجامعي في موقع متميز من عروس البحر. ومستشفى الشطبي هو أشهر مستشفى للنساء والتوليد والأطفال في منطقة الشرق الأوسط. ويعود إنشاء المستشفى إلى عام 1955، وكان أول رئيس أقسام والأستاذ الدكتور حسن صبحي. وقبل إنشاء المستشفى كان قسم النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية يشغل بضعة حجرات بها 40 سريرا في مبنى صغير من طابق واحد مكان كلية طب الأسنان حاليا على شارع شامبليون. وفي عام 1951 أضيف جزء للقسم بمستشفى الحضري الجامعي برئاسة الأستاذ الدكتور حسين طوزادة. ونظرا لأهمية القسم آنذاك وعلى الرغم من محدودية حجمه، إلا أن دوره دعا أول رئيس للجمهورية بعد ثورة يوليو 52 وهو اللواء محمد نجيب لزيارة القسم تقديرا لدوره ومجهود القائمين عليه. ومستشفى الشطبي مقام على مساحة 4000 متر مربع في المنطقة الواقعة بين شاطئ البحر ومكتبة الإسكندرية وشارع بورسعيد ومجمع الكليات النظرية بالشطبي. وعندما أنشئ المبنى كان يتكون من دورين علويين، تم زيادتها إلى 4 أدوار في سنة 1990. وقد صممت المستشفى طبقا لأرقى فكر طبي عالمي. وحينما افتتحت المستشفى كانت الساعة 100 سرير، وكانت تقوم بخدمة التوليد وعلاج أمراض النساء. ثم زاد مجال الخدمات بها لتشمل تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة وعلاج العقم. ثم أقيم بالمستشفى مركز لنقل الدم، بنك دم الشطبي حاليا. في 1 فبراير 1979 تم افتتاح وحدة الموجات فوق الصوتية. وقد تم افتتاح وحدة أطفال الأنابيب وهي أول وحدة على مستوى جامعات مصر سنة 1990. وحينما تم إضافة دورين علويين للمستشفى سنة 1990 أصبحت سعة المستشفى 376 سرير، كما أنشئت وحدة العناية المركزة بسعة 5 أسرة. وقد تم تطوير آخر في سنة 2010 لوحدة الخصوبة والحقن المجهري وإنشاء وحدات متطورة للمناظير والموجات فوق الصوتية وتطوير حجرات العمليات بمجهود أعضاء هيئة التدريس لتصبح على أعلى مستوى عالمي. وبالنسبة للوسائل التعليمية فقد تطورت بصورة تلاحق التطوير العالمي في التعليم الطبي، سواء بالنسبة لطلبة السنة النهائية بكلية الطب أو طلاب الماجستير والدكتوراه، حيث تم تطوير قاعات التدريس وتزويدها بالوسائل التعليمية ومعمل المهارات ومعمل الجارس. كما تم تطوير نظم الامتحانات بطريقة الـMCQ والأوسكي والتصحيح بالكمبيوتر. ويتم حاليا العمل على استكمال معملين جديدين للمهارات وتطوير قاعدة البيانات الداتابيز الخاصة بالمريضات. وبالإضافة للندوات العلمية بالقسم على مدار السنة يتم عقد مؤتمر سنوي للقسم في شهر مايو من كل عام، ويوافق هذه السنة المؤتمر 27 من مؤتمرات القسم. وتعتبر مستشفى الشطبي الملجأ التخصصي لعلاج السيدات والأطفال من أهالي مدينة الإسكندرية أغنيائهم وفقرائهم، بالإضافة إلى محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومطروح. ويبلغ عدد المترددات سنويا على العيادة الخارجية ما لا يقل عن 15 ألفا من السيدات،
8,000 من الحوامل و4,000 لأمراض النساء و3,000 العيادات التخصصية من عقم وتنظيم أسرة. كما يبلغ سنويا عدد العمليات النسائية 1,700 عملية و700 منظار و5,500 ولادة ما بين قيصرية وطبيعية. وقد تعاقب على رئاسة قسم التوليد وأمراض النساء نخبة من أعظم أساتذة كلية الطب، وتولى بعضهم عمادة الكلية ووكالتها، وترك كل منهم بصمة مهمة في تطوير المستشفى وأقسامها. وحصل الكثير منهم على الجوائز العلمية والتكريم نظرا لمجهوداتهم. وقد قدم أساتذة المستشفى وأعضاء هيئة التدريس بها الكثير على مدى عشرات السنوات منذ إنشائها، فلا تخلو المجلات العلمية والكتب العالمية من أبحاث ومقالات تم إجراؤها بمستشفى الشط الجامعي، حتى صار المستشفى سمعة عالمية تخطت النطاق المحلي إلى العالمي في مجال التوليد وأمراض النساء. وعلى مدار السنين تم نشر المئات من المقالات العلمية، وقام الكثير من أعضاء هيئة التدريس بإلقاء المقالات والمحاضرات بالمؤتمرات العلمية المحلية والعالمية في معظم بلدان العالم. كما قام العديد من أشهر الأطباء من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا واليابان وغيرهم بزيارة المستشفى تحقيقاً للتبادل العلمي واكتساب الخبرات الدولية. ويصل حالياً عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 79 عضواً بالإضافة إلى الجهاز المعاون. وإن كان من أعضاء هيئة التدريس من رحل عن عالمنا، إلا أنهم متواجدون ويتواصلون بعلمهم وطلابهم الذين تخرجوا من تحت أيديهم وبما أثروا به العلم في مجال النساء وتوليد. ونظرا لموقع المستشفى المتميز بجوار مكتبة الإسكندرية
فقد تعرضت المستشفى لمحاولة إزالتها. وفي يوم السبت 3 مارس 2001 الموافق 8 ذي الحجة 1421 هجرية وقبيل وقفة عيد الأضحى، فوجئ الجميع أثناء عملهم بالمستشفى بدخول معاول الهدم، وتم إزالة جزء عزيز من المستشفى يقدر بثلث قوة المستشفى، به ثلث عدد أسرة المريضات وأماكن التدريس ومكاتب هيئة التدريس، وبه مدرج حديث لم يمر عام على إنشائه، وذلك بحجة وجود شروخ بالمبنى أثر الزلزال الذي تعرضت له البلاد. وكان الجميع يعلم بأن هناك مشروع لإقامة حديقة وفندق مكان مستشفى الشطبي، مما استدعى قيام أساتذة الشطبي والجامعات الأخرى بالقيام بوقفة احتجاجية أمام المستشفى في 8 سبتمبر 2007 احتجاجاً على محاولات هدم المستشفى وبيع مبنى جامعة الإسكندرية. ومنذ ذلك التاريخ تم وقف أي دعم أو صيانة لمباني المستشفى وأجهزتها وقاعات التدريس بها، إلا أن أعضاء هيئة التدريس قاموا بمجهوداتهم الشخصية مع رجال الأعمال الشرفاء بالمدينة بالمحافظة على استمرارية أداء المستشفى، بل وتطويره والوقوف ضد محاولات إزالة هذا الصرح الطبي الشامخ. وفي 25 يناير 2011 كانت الثورة، وكانت للأقدار قول آخر، وكان ميلاد جديد لمستشفى الشطبي، فقد أبت المستشفى إلا أن تستمر في تواجدها وتستمر بقيمتها ومكانتها وتستمر بعطائها لخدمة شعب مصر العظيم.